أعوذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الإخوة الحضور الأعزاء ورحمة الله وبركاته. قال تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الشهادة ليست مسألة نجاة من النار، الشهادة هي طلب مرتبة عالية في الجنة. الشهادة ليست مجرد دخول الجنة، الشهادة من أعلى مراتب الجنان عند الله سبحانه وتعالى. الشهادة حياة، وأي حياة؟ حياة عند الله سبحانه وتعالى. الحياة حياتان: حياة طيبة وحياة خبيثة. الحياة الخبيثة هي التي عبر عنها الله سبحانه وتعالى: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بين الناس بالأموال والأولاد. فهذه الحياة حياة اللهو وحياة اللعب وحياة الأنانية وحياة التي يكون محورها الأنا، هذه حياة خبيثة. أما الحياة الطيبة هي التي عبر عنها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحياة التي تكون لله هي الحياة الطيبة، الحياة التي يفكر فيها الإنسان كيف يقدم لله، كيف يخدم عباد الله، كيف ينصر دين الله، هي الحياة الطيبة. الحياة التي لا يبحث الإنسان فيها عن شيء غير رضا الله سبحانه وتعالى. الحياة الخبيثة هي الحياة التي يبحث فيها الإنسان عن الملذات والشهوات. الحياة الطيبة هي حياة البذل والعطاء، هي حياة عروج إلى الله سبحانه وتعالى. كثير من الناس يعيشون بيننا، يذهبون للأسواق ويذهبون للأعمال، يأكلون كما نأكل ويشربون كما نشرب، ولكن أرواحهم تعرج نحو السماء. تفكيرهم ليس معنا، تفكيرهم كيف يرضون الله سبحانه وتعالى. لا يرفعون قدما ولا يضعون أخرى إلا وهم يفكرون في الله: هل في هذه الخطوة رضا إلى الله سبحانه وتعالى أو لا؟ هذه هي الحياة الطيبة. يبحثون عن مواطن رضا الله وطاعة الله والقرب من الله.
تفكيرهم في مكان آخر غير الأماكن التي نفكر فيها ونلحق بها ونعيشها. الله سبحانه وتعالى ينتخب من هؤلاء الشهداء. حياة الشهداء حين يعبر الله سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، هي الحياة الطيبة التي تكون عند الله سبحانه وتعالى. لأن الشهيد يهب كل ما لديه قربانا لله سبحانه وتعالى، يتخلى عن كل الأنانية التي يعيشها الناس ويقدم ذلك قربانا لله، يفرغ نفسه من شهواته ومن أطماعه ومن هوى النفس ويسير إلى الله سبحانه وتعالى، فيكون ويستحق أن يكون عند الله حيا يرزق عند الله سبحانه وتعالى. إن حياتنا هذه في مقابل حياة الشهداء هي سراب ووهم. حياة الشهداء هي الحياة الحقيقية. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الله سبحانه وتعالى يعبر عن الجهاد الذي هو أوسع أبواب الشهادة: لما يحييكم. فالجهاد يحيي الأمة ويحيي دين الله ويحني الإنسان. فالمؤمن الذي يعيش لله ويموت لله، هذه هي الحياة الحقيقية الصاعدة إلى الله سبحانه وتعالى والعارجة إليه. في كل عمل يريد أن يقدم عليه على الإنسان أن يسأل نفسه: هل في هذا مرضاة لله؟ هل يقربني هذا العمل من الله سبحانه وتعالى؟ الحياة الطيبة هي حياة المسؤولية، حياة العمل، حياة الجد، حياة الجهاد. هذه هي الحياة التي يعرج بها الله سبحانه يحرج بها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، وهي التي يعبر عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأن الحياة مزرعة للآخرة وممر للآخرة. قد يقول إنسان: أنا قد بذلت عمري في طلب الشهادة ولله سبحانه وتعالى، ولكن لم أوفق لنيل الشهادة. أجيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيقول، ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم: من سأل الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه، بشرط الصدق. نحن كثيرا ما ندعي أننا نطلب الشهادة، كثيرا ما نتفاخر بأننا نطلب الشهادة، كثيرا ما نتباهى أننا نطلب الشهادة، ولكن الصادقين منا قلة قليلة. الذي يطلب الشهادة بصدق
ينالها ولو بعد حين، وإن لم ينلها يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما ورد في الرواية أنه ينال منازل الشهداء عند الله سبحانه وتعالى. الصادق لا يتردد في مواطن التضحية، لا يتزلزل في الصعاب، لا يتغير حاله ولا تتبدل مواقفه. الصدق الذي يقصده النبي الأكرم هو الصدق الذي يحرك نحو الهدف بجد واجتهاد ووضوح بصيرة. قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للشهادة، وأن يوفقنا لأن نكون من الصادقين. كلما كانت الرؤية واضحة للشهيد، وكلما كان الشهيد على بصيرة من أمره، كلما ارتفع شأنه وعلت منزلته عند الله سبحانه وتعالى. لذلك أدعوكم لأن تطلعوا على ثقافة الشهادة، وأن تتعرفوا على منازل الشهداء ومقام الشهادة، فإن في ذلك رفعة عند الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد شهداءنا بواسع رحمته، وأن يمن على أسرانا بالفرج والخلاص، وأن يؤاوي مطاردينا، وأن يرفع الكرب والغمة عن شعبنا، وأن ينصرنا نصرا عزيزا عزيزا من عنده. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد.